يقول السائل: هناك من يقول، أو من أهل العلم، هناك من أهل العلم من يشترط في طاعة من أحل الحرام أو حرم الحلال، يشترط أن يعتقد أنه يسوغ له ذلك حتى يعتبر مشركا. هذا كلام فاضي، كلام لا فائدة منه. إذا عرفت أنه مخطئ لا تتبعه ولو كان من أفضل الناس. إذا عرفت أنه خطأ اترك الخطأ ولو قال به من قال. نعم.